لو عندي دايره المنظر ده ان انا ما اقدرش اتحاشى ان في حاجه معديه لفوق، لا لو في حاجه معديه لفوق يبقى لازم عاوز فراغ، عاوز مش مستوى توضا منه بس، لا عاوز كده فراغ اعملها، لا ما عنديش كلام. بتكلم عن دايما دايره اقدر ارسمها على بلين، يعني ما فيش فيها صوره، ما فيش فرع انفصال معدي من فوق. خلاص يا جماعه؟ بالنسبه لل كما هو معروف بالنسبه للجوب اناليسيس او اللي هنسميه بقى جوب اناليسيس ودراسه الاثنين هنتكلم بعد كده اللي هو المفروض مش اناليسيس، ان احنا بنستخدم الكيجريل ايكويشنز. عندي ايه لوبس؟ نتورك بنقسمه ان لوبس نشوف بعدين ايه هتقول لي ايه الكيجريل ايكويشن بتقصد ايه لوب من اللوب. اللي انا عاوز اقوله هنا هو الاتي، انا الجزء الاول لاحظوا ان الدايره اللي فيها الاندبندنت فولت سورس بس. طب لو كان فيها كرنت سورس يبقى اذا كان في كرنت سورس المفروض مفيش مشكله، بس لازم يكون من نوع ايه يا جماعه؟ الاكشوال سورس. يعني ايه اكشوال سورس؟ يعني الكرنت سورس بتاعنا يكون انبالانس معاه ايه؟ امبيدنس ساتش ذات نحوله الى فولت سورس ان سيريز مع مين؟ ان سيريز مع نفس الامبيدنس. لو ده موجود كما هو الحد الاكزامبل بتاعنا الاسئله بتاعتنا، يبقى اذا نعمل نحوله الى مين؟ اول خطوه اعملها قبل ما اشتغل اي حاجه نحوله الى مين؟ للبوكس كروس. بالشكل ده لو ممكن نعمل كي بي ال ايكويشن في جميع الاماكن لو جميع النوت يعني، يبقى ايه ممكن نشتغل بعد كده. فعلى سبيل المثال عندي الاي سي ده كارل سورس دوت في انبلغ معاه امبيدنس منها 5 اوم مقاومه يعني، هنشيله بقى ونحوله الى مين؟ الى فولتج سورس و ان بقى السيريز مع نفس الامبيدنس، يعني هيكون عندي فولت سورس بالشكل ده كده. ما ننساش ازاي هنا وانا قصدي ناخد بالنا من الحاجات ديت، يبقى هنا 10 والانجل صفر فولت، وهنا كام؟ الخمسه اللي هي الامبيدنس السيريز مع نفسه. طبعا هنا الامبيدنس كلها بتقوم طبعا، الامبيدنس في رسم كله يا جماعه من فوق. طيب اذا كان الامر كذلك عندي هنا ان بتساوي 3 لوس اشتغل بعد كده. هنشتغل ازاي؟ هنشتغل بالماتريكس ايكويشن. نشتغل ان ماتريكس فورم، ان ماتريكس فورم هيبقى الصيغه بتاعتنا ان الزد كماتريكس الاي يساوي بي، ده ماتريكس فورم مختصر لموضوع الاوبنس اللي عايز يديك ايه كيف ايه الايكويشن في كل ده. الماتريكس ده بقى هنسميه المره دي من زي الكيس ده حاجه اسمه امبيدنس ماتريكس. امبيدنس ماتريكس ده ان تاني طبعا ان تاني او ما يسمى يعني ده الامبيدنس ماتريكس ده يا جماعه سكوير وسيمتريكال كمان سكوير وسيمتريكال اكس واي ان صار كمان الماتريكس الامبيدنس ماتريكس هيكون سكوير يعني سكوير يعني عدد الصدوق سواء عدد الايه؟ الاعمده عدد الصدوق سواء عدد الاعمده طبعا الصدوق بيمثل ايه عندنا؟ المعدلات عدد الصدوق بيمثل عدد المعدلات، كل معدل اللوب يبقى دي عدد الصدوق عندنا هي عدد المعدلات. الاعمده دي عدد ايه؟ النون اللي اتدرس، وطبعا كما هو معروف عشان احل اي مجموعه من المعدلات لازم يعني عدد المريخ وعدد المعدلات. وهذا هو الحال عندنا هذا هو الحال. طيب الاي دوت هنسميه ايه؟ هنسميه كارنت ماتريكس. كارنت هو ماتريكس او هنسميه كارنت فيكتور لان هو عمود واحد. ده عمود واحد هنشوف كل حاجه نبسط كل حاجه دلوقتي. طبعا الكلام ده شغل الاتوميك دي سي على عموما مش جديد كتير يعني. وده هنسميه فولتج فيكتور ايضا لانه عمود واحد. عمود. ازاي نكتب الحاجات دي كلها من الرسم على طول بعد ما الرسم جهزناه حولنا كل الكارنت سورس الى الفولتج سورس ازاي نرسم اوتوماتيك او نكتب ايه هذه المعادله بدون تعرض لهذه المعادله اثنين لا الحاجات على طول بدون ما نكتب معادله. بالنسبه للامبيدنس ماتريكس في حاجتين. العناصر اللي في الدياجونال هسميها زد كي كي. العنصر اللي موجود في الدياجونال بتاع الماتريكس هنسميه زد كي كي يعني سقف العمود، يبقى ده بيساوي ايه؟ بيساوي سميشن الامبيدنسز سميشن الامبيدنسز ان لوب كي. احنا هنعمل مثال هنطبقه حالا هنعمل مثال بالارقام دلوقتي مع بعض. العناصر اللي خارج الدياجونال لازم تكون جميع موجبه يا جماعه، ده لازم تكون نقطه. الامبيدنس اللي هيزيد واحد واحد اثنين اثنين الموجوده في الدياجرام كلها كميات مجابه. وايه واي واحد فيهم طيب بنجمع الامبيدنس اللي فين؟ اللي فيهم خلاص. العناصر اللي خارج الدياجونال هنديها رمز زد كي اس حيث كي لا تساوي اكس.
اختصاص لا تساوي قيمة العمل، قيمة الاختصاص ما تساويش العمل. دي أولا دي كمية نجم. العناصر الخارجية دي أولا تطلع كمية نجم، ويساوي إيه بقى؟ يساوي الـ common impedance. common impedance. common impedance اللي هي impedance المشتركة يعني، common impedance. common impedance مالها؟ between loop K و loop S. هي الميزه المشتركه بين الدكتور والدكتور، حطها بالنص. حد عارف حطها بالنص ليه؟ ليه الكمان اللي خارج الجدول لازم كان سليمه دائما؟ عشان الكرم ابتداء هذا العنصر وعكس بعضيه، الكرم عكس بعضيه، عشان كده نقدر بالنص، انا كنت طيب ده العناصر بتاع مين؟ بتاع الايه؟ اللي هي البيت ماتريكس. بالنسبه للاي فيكتور دوت اي عنصر فيها او عنصر العام زي ما بنسميه حد العام يعني اي فيه هو عباره عن ايه؟ اللي بنسميه اللوب كرنت. لوب كرنت. لوب كرنت طبعا ده مين يعني؟ طبعا ان كي لوب. او ان لوب ايه يعني؟ اللوب ليبرتي. موضوع الكرنت زي ما انتم شايفين كده في الرسمه اللي هناك الشرط عشان المعادلات اللي بنكتبها دي تكون معادلات سليمه لازم الكرنت كلها في اتجاه واحد. ضروري. تاخدها مع الساعه او عكس الساعه كما تشاء لازم تكون كلها ايه؟ في اتجاه واحد. طيب ده اذا ده النوم بتاع المساله ولا لا؟ ده النوم بتاع المساله، يعني لو بتكلم على اللوب انالست يبقى المقصود انه بجيب ايه بقى؟ بجيب اللوب كرنت. جبت اللوب كرنت بقى بجيب البولت بعد كده في اي مكان، جيب البولت في اي مكان زي ما انا عاوز. طيب بالنسبه للطرف الايمن الرايت هاند سايد هنا، الرايت هاند سايد هنا اي العنصر العام هنسميه بي كي، العنصر العام بي كي. طيب ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن سمنيشن البولت ريسورسز، سمنيشن البولت ريسورسز سورسز ام لوب كي. ام لوب كي جمع الايه؟ البوست سورس باللوب كي. بس انا انهي بوست سورس اللي بتعمل ايه في الاي بي؟ اللي بتمشي اي بي، اللي بتدرايف اي بي. يعني تقول لك انا فيها درايفنج، درايفنج اي بي. يعني ايه درايفنج اي بي؟ تفسير درايفنج اي بي كنا علمنا قبل كده لو عندي بوست سورس بالمنظر ده. لو ده البي بي عندي الماس هنا وزي ما زي وعندي الاي بي مش كده ده الاسس يبقى الكميه دي تتكلم موجب ولا سالب؟ تتكلم موجب يبقى دي موجبه والعكس بالعكس. مره ثانيه عشان الفولتج اللي زي كده كده بيزاد يكون التيار ماشي ده فيه منين الماس بالذات؟ في ناس بتلخبط في النقطه دي بقول لك انا متعود ان الاي بي ده بيمشي من زائد الماس. الكلام ده فين يا جماعه؟ الاي بي ده او الاي اي يعني بيمشي من النص بقى حته؟ في الريزنس او الامبيدنس اللي بنسميه فولتج دروب. لو عندي امبيدنس ماشي فيها التيار بيعمل فولتج دروب يبقى التيار بيمشي فين؟ في داخل الامبيدنس الباس كريمنج يعني في زائد النقص. بينما الفولتج سورس حاجه ثانيه خالص عكسها تماما. السورس ده عشان يجيب تيار يروح في السيار وبالتالي يجيب باور لازم التيار يمشي من النقص في داخل السورس. خلاص كده؟ طيب اذا كان الامر كذلك بقى تعالوا نضيف الايه المساله بتاعتنا نكتب مين؟ نكتب الماتريكس مباشره في داخل في يعني في الاماكن بتاعتنا. انا عندي هنا ايه؟ اي واحد ده الجزء بتاعتي، اي اثنين، اي ثلاثه. هنعمل ايه الاول؟ هنكتب الامبيدنس ماتريكس، نعمل عناصر اللي هي الموجبه اللي هي الجامعه، نرسم الجامعه اللي نعمل الجبل الايمن اللي هي ايه؟ زد واحد واحد، زد اثنين اثنين، زد ثلاثة ثلاثة. بالنسبة لواحد انا هجيب لكم الاولاني اجي من في عندي شيء خمسة هنا وفي خمسة. لا صورة خمسة زائد شيء خمسة زد واحد واحد. كذلك الحال لو قلنا الجلوب اثنين يبقى خمسة وناقص شيء خمسة. خمسة ناقص شيء خمسة زد اثنين اثنين. زد ثلاثة ثلاثة عندك كده خمسة اهو. وجي 5 وجي 5 ضيعوا بعضيهم يبقى كل المكان عندي كام؟ 5 ونص. كده خلصنا الخطوه الاولى اللي هي ايه؟ زد كي كي عناصر الدائمه كميه موجبه دائمه. نيجي نشوف العناصر اللي خارج الدائمه. عناصر خارج الدائمه احنا عارفين ايه؟ سالبه وناحيه وكمان في سيمتريه موجوده في الايه؟ في المادة. يعني ايه سيمتريه؟ سيمتريه يعني الصف هو العمود. الصف هو العمود. فهنكتب احنا النص اللي فوق بس وبعدين نعمل الباقي كمان كله. طيب اي حاجه كام؟ زد واحد اثنين. ما هو الامبيدنس المشترك بين واحد واثنين؟
يبقى هنا 5. هنا في المكان ده زد 1 3 من 1 3 ادي 1 3 يبقى هنا كام؟ ماينس جي 5. في المكان ده هو 2 و 3 2 و 3 2 ادي 2 وال 3 في الكابستر يبقى ماينس جي 5. ماينس وماينس كمان يبقى ازاي؟ جي 5. كده خلصنا من النص اللي فوق يبقى النص اللي تحت بيتنازل على طول، مش هنبص في ده اللي تحت. مش هنبص في ده وبعد كده نحطه في التماسك. يبقى هنا ماينس جي 5 وهنا كام؟ كده خلصنا الامبيدنس ماتريكس كده. نروح لمين بقى؟ نروح للطرف اللي هو الرايت هاند سايد او اليمين الفولتج فيكتور. الفولتج فيكتور هنا السمنيشن بتاع الفولتج كلوزز اللوب واحد درايفنج لاين واحد اي واحد طبعا بتشبه لوب واحد وفعلا اي واحد داخل من النظم ازاي يبقى النظم كامل موجب كما هو 100 والانجل بتاعته كام؟ 0 على 0 على 0. نمشي 2 الطيارة اي 2 ماشي بس بقى في داخل السورس في 2 داخل ازاي بقى؟ داخل ازاي بالنص حاطط النص حاطط النص بين ناقص 50 والانجل كام؟ 0. نيجي بالثلاثة اي 3 داخل النص ازاي برضه يبقى برضه بالماينس يبقى ماينس 10 في كام؟ في والانجل 0. كده خلصنا بايه؟ العمليه بتاعتنا. فاضل بقى سوليوشن فاضل نحل ازاي؟ السوليوشن عندي طريقتين حل يا جماعه. بالنسبه للسوليوشن الماتريكس الفورم بالشكل ده عندي حاجتين، الحاجه الاولى اللي بنسميها ماتريكس انفرجن نقل ماتريكس ماتريكس انفرجن. يعني ايه ماتريكس انفرجن؟ يعني انا عندي الصوره ايه اجي اضرب الطرفين في كام بقى؟ اضرب الطرفين ماتريكس ويشن هي اضربها من الشمال بكام؟ ب زد ماينس 1 حاجه ماتريكس ويشن نضرب من الشمال خد بالك المتريسين بتضرب من الشمال غير اليمين اي لا في بعض الحالات يعني لو صوبه عامه كبيره فانا هضرب من الشمال الى اليمين. طيب زد ماينس 1 ده او الابر ماتريكس ايه خسارته؟ لما يتضرب بالزد طلع ايه بقى؟ ايدنتي او يونيتي ماتريكس يونيتي ماتريكس زد زد ماينس 1 زد او زد او العكس يعني هيطلعوا يونيتي ماتريكس. يونيتي ماتريكس يعني ايه؟ يعني ماتريكس عناصر الدائره من الوحيد والاسفار. من صفات اليونيتي ماتريكس ايه؟ تضربوا باي حاجه ما بيعملش حاجه تضربوا باي شيء بيكتب شيء في الموضوع تضربوا باي ماتريكس اخر يعني هيجيبوا كده كده موجود كده بدون شيء. لو ده حصل يبقى يحصل ايه بقى؟ اذا كان الامر كذلك يبقى اذا ايه؟ إذا Z ماينس 1 في B يساوي R. بس أنا قلت أي واحد يساوي كذا بعد ما الناس الحسبة بتاعتنا دي كده Z ماينس 1 عارفينه وال B عارفينه تحس إن أي واحد يساوي الرقم ولا كذا أي اثنين يساوي كل حاجة. المشكلة بقى واحدة واحدة الانفرس ماتريكس يا جماعه بالنسبه للحاله بتاعت دي سي كيس عمليه سهله. ليه؟ لان الارقام عندي كلها ريال. الارقام في دي سي كيس هي حاجه. لما بتعمل انفرس ماتريكس ممكن ايه؟ الكثير من الكالكوليتر يجيب صفر كلها تقريبا في الصفر. خلاص؟ او بتدخل فيه معادلات وبشكل حلو جدا. عندما يكون الكومبلكس انا بتصوري معظم الكالكوليتر ما فيش بقى الامكانيه دي غير الكالكوليتر اللي معقده شويه اللي هي اسمها بروجرامبل وطبعا المفروض رسميا بجرامبل غير مسموح في الامتحانات. خلاص؟ يبقى ايه الحل بقى؟ يبقى الحل بطريقه جرامبل بطريقه ثانيه يعني حل بيها، خد الاسئله المخططه يعني. يبقى الحل بتاعنا بطريقه ثانيه اسمها ايه؟ جرامبل رول. طريق جرامبل. هنحل ازاي؟ هنقول الاي واحد تساوي خدوا معايا تساوي دلتا واحد على دلتا زد. طبعا شوف ده في الجيم برضه حاجه دي سي عالم مش مشاكل لان دلتا واحد على دلتا واحد. دلتا واحد كما نعلم هنشيل العمود الاول ونحطه بقى له ايه الطرف اليمين. بينما المقام اللي هو ايه المحدد بتاع الماتريكس اللي كان بنسميه دلتا زد بتاع الماتريكس يعني. طيب هنعمل خطوه بعد كده
بنو. انا بقول لك الاي واحد سوليوشن بتاعنا الاي واحد مثلا المحدد ده اهو ده هيكون في المقام ده المود انت زيت وبعدين المحدد ده هو هنشيل الايه العمود الاول ونحط بدل ايه؟ المقام ايه؟ احنا هنا ولا ايه؟ انا جاي لي درس الموضوع هو اللي هي لا انت سؤالك متاخر شويه يا جماعه النسبة الأرقام 100 وكذا أمبير وكذا فولت دي كلها إيه؟ إفكت الفاليوز من غير ما كلها إفكت الفاليوز دائما دائما حصلت بقى مش هنقول إيه؟ ده عرض لما نقول هنا السبلاي بتاع من هنا وش بص من هنا وش ده ايه؟ سبيت الفاليو ده مش مكتوب ده مش عامل معاه مصري خالص. المحصل ده كان عندما كنا بنتكلم على ايه؟ على التايم دومين. دلوقتي فين الوش دومين خلاص طيب هنعمل خطوه بعد كده تلتا واحده لتلتا. حاجي حوالين نفس عارفين طبعا بنتكلم المحدد ازاي؟ تكلم المحدد ازاي؟ حاجي هنا بالنسبه لتلتا واحد امسك عناصر الايه؟ العناصر اللي هي طبعا هو المفروض ان دي بي واحد يعني واللي بي اثنين وبي ثلاثه تبقى نص بس ثلاثه بس كده وبعدين حبيت حوالين عناصر العمود الاول ده يوم يجي لي ايه بقى؟ يجي لي دلتا واحد واحد على دلتا زد في مين؟ في بي واحد زائد دلتا اثنين واحد على دلتا زد في بي اثنين زائد دلتا ايه؟ ثلاثه واحد على دلتا زد في بي ثلاثه وكده يبقى ايه بقى حته الدلتا دي اللي هي البسط؟ البسط دي زي دلتا واحد واحد دلتا اثنين اثنين ولا الكلام ده او واحد ثلاثة او واحد اثنين او اثنين واحد كل دي مسمى كوفاكتور كوفاكتور اللي دلتا واحد واحد دلتا واحد اثنين وهكذا كل دول ايه؟ كوفاكتور كوفاكتور يعني يعني ده جزء من المحدد الاصلي نشال العمود الفلاني الصف الفلاني والعمود الفلاني، يعني دلتا واحد واحد نشيل الصف الاول العمود الاول، دلتا واحد اثنين نشيل مين؟ نشيل الصف الاول العمود الثاني وهكذا. طيب في عندي سؤال بقى دلتا واحد واحد على دلتا زد دي شكلها ايه؟ عاوزين نشوف ايه كميه معناها ايه؟ احنا ساعه ما قلنا ان اي واحد يساوي تنزل كميه مضروب بي 1 كميه مشابهه مضروب بي 2 كميه مشابهه مضروب بي 3 معنى كلام ده معنى كلام ده ان اي واحد اس بي 2 بي 1 اند بي 2 اند بي 3 مش واحد بس كان على واحد تو واحد هل بسبب واحد بس؟ لا الجميع يعني كان بعمل سوبر بوزيشن كان بعمل سوبر بوزيشن بقول ان كل كارنت بجيبه عندي يبقى بيجيبه من ايه؟ السورس المختلف بمعنى ان لو فرضنا مثلا اي واحد لقيت 10 امبير طيب البي 1 ده جاب كام امبير من 10 دي وده جاب كام وده جاب كام؟ يبقى هذا الجزء يمثل مين بقى؟ نصيب الاي 1 من مين؟ من سبب البي 1 اللي بنسميه ايه يا جماعه؟ كونتريبيوشن كونتريبيوشن يعني ايه؟ يعني مساهمه كل فولتج من دوت بيساهم في الكارنت الفلاني في القيمه دي. طيب دلتا واحد واحد على دلتا زد ايه الدايمنشن بتاعها؟ ايه الدايمنشن بتاعها؟ دلتا واحد واحد يبقى هيبقى نفس الاثنين طبعا. بص يبقى يمينها في 40 ودي يمينها في 70 احنا بنتكلم شو ار بقى الناس متعوده على ار ماشي كلام قديم امبيدنس اسمها امبيدنس بوند. واخد بالك يبقى تعالوا كل واحده على زد او زد بقى نظرنا يبقى كده كلام ماشي. خلاص دي زد 40 ودي زد 90 واحده على زد يعني بقى يعني ادميتنس ادميتنس واحده على زد يبقى ادميتنس فهنسميها ادميتنس. طيب بس بقى طالما ان واحد 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 يعني ايه؟ بص كده معايا واحد بتاع ايه؟ اي واحد وكمان بتاع بي واحد يبقى البي موجود في لوب واحد والاي في لوب واحد عندما يكون الاي والبي في نفس المكان هنسمي دي يا جماعه ايه؟ درايفنج بوينت ادميتنس درايفنج بوينت ادميتنس ممكن نديها مثلا واي واحد واحد نديها رمز بسيط مرة تانية الكوفاكتور على دلتا زد الكبيرة دي كمية تبقى واحد على زد وهيبقى يعني الدايمنشن بتاع الميتنس بس عندما يكون الواحد واحد يعني الرقم هو أو اثنين اثنين سجان احنا بنتكلم على كارنت فولتج في نفس المكان هنسمي دي ايه؟ درايفنج بوينت ادميتنس. طب لو كان دلتا واحد اثنين على دلتا زد دلتا واحد اثنين اللي هو الثاني ده او اثنين واحد سجان بالمناسبة طالما بنتكلم على سيمتريكال
يبقى دلتا 1 2 هتساوي دلتا 2 1 مفيش مشكله من الفضل. غير الصوت العمودي الى الجهه عشان انا اصلا بتكلم عن زي الماتريكس وتش ايه سيمتريكال. طيب السؤال دلوقتي دي على دي التيار في مكان والبوست في مكان ثاني. التيار فين؟ واحد. مظبوط؟ احنا واخدين دلتا 2 1 3 2 1 مفيش طبعا هي هي طبعا دلتا 2 1. يبقى التيار في لوب واحد والبوست في لوب اثنين. بما ان دول مكانين مختلفين هسميها ترانسفير ادميتنس واي 2 1 او 1 2 3. خلاص يا جماعه؟ الكوبر واحنا يمكن نضطر نحسب بالشكل ده. يمكن نضطر نحسب بالشكل ده لو ما عندوش كالكوليتر يعني نتكلم الكومبلكس ده. فيبقى اذا دي معناها ايه؟ هذا المعنى واحنا بنقول بتشتغل ايه؟ بتشتغل يعني نوع من السوبر بوزيشن والكلام ده ممكن نحسبها. طيب هنا طبعا عندي فيها كام دلتا 1 2 على دلتا 0 عشان السيمتريك. طبعا لو كان انا عندي ايه؟ دلتا 2 2 على دلتا 0. ساعة ما جت في باي 2 ده ما هو يتفق على نفس الكلام. اي 2 هنا هيساوي دلتا 2 على دلتا 0 وحبيت هيطلع ايه؟ حاجات زي كده بالظبط. حاجات زي كده. يعني لو جبت واحد منهم، جبت واحد منهم كام؟ يعني كان ده يساوي كام؟ دلتا 1 2 على دلتا 0 في بي 1 زائد دلتا 2 2 على دلتا زد في بي 2 زائد دلتا 3 1 3 2 3 2 على دلتا زد في كام بي 3. ايه ايه جاب منين الكلام ده؟ جاب منين الكلام ده؟ لان انا ساعه ما قلت ان اي 2 يساوي دلتا 2 على دلتا زد يبقى ايه؟ يبقى جاي في البسط وشفت عناصر الايه؟ عناصر العمود الثاني اللي هي الفئه دي قد هي هو فاكك حواليها. طب ليه؟ فاكك حواليها فطلع لي بقى ايه كميه الترانسفير وهكذا. برضه اللي عم بقول ان ايه اللي هي دلتا 2 اللي هي دلتا 2 2 على دلتا زد هي برضه هتبقى ار 2 2 درايفنج مومنت يعني الاثنين كارد الاثنين و وبوز الاثنين ليه؟ عشان الاثنين هم معنى معناهم زي ما احنا قلنا من شويه فرايد قلنا ان اي كارنت يا جماعه بسبب البيان او الفولتات اللي موجوده في اللوبس المختلفه. مظبوط؟ فكل التيرمين ده بيعبر عن مين؟ عن الكونتربيوشن او ديس فولتج في حساب الكارنت اللي بنتكلم عنه. خلاص؟ دي معناها كده. طيب السؤال دلوقتي هل الدلتا اي دلتا من دي؟ يعني هنحاول نحسب واحده ولا اثنين كده مع بعض. طب اي دلتا من دي؟ يا باشا نمسك دلتا 1 1 سيب دلتا 1 1 هنشيل مين بقى؟ هنشيل الصف الاول والعمود الاول يبقى نحط 5 ناقص جي 5 وهنا جي 5 وبعدين جي 5 وهنا 5 حاجه زي كده. طيب نتذكر مع بعضنا دلوقتي في الرياضه سنه بحل محدد بنحل ازاي؟ فك حوالين عناصر يا اما صف يا اما عمود. بنعمل كده؟ طيب مش بنقول زائد ناقص زائد ناقص. احنا بنعمل كده دايما؟ طيب احنا ايه الاكسبريشن اللي كانت كله بالزائد يبقى زائد ناقص واحد فين؟ يبقى احنا هيبقى عندنا هنا عنصر حول هنا ناقص واحد بص كام بقى؟ بص نمره الصف زائد نمره العمود. حول ناقص واحد قبل الكلام ده بص ايه؟ نمره الصف زائد نمره العمود. طبعا لو كان العدد الزوجي مش هيبقى واحد لو كان عند الفرد يبقى ماينس واحد. بمعنى ان زد 1 2 تبقى كام؟ هتساوي ناقص 1 قلت 1 زائد 2 صفر دي اول ناقص هتجابك النقص اللي انا بدور عليها هي ونحسب الصف الاول والعمود الثاني. الصف الاول والعمود الثاني يتحسب ازاي؟ الصف احنا قلنا الصف الاول كده كده الصف الاول اول والعمود الثاني يتبقى ايه بقى؟ يتبقى هنا 5 ناقص 5 وهنا جي 5 وهنا ناقص جي 5 وهنا 5. خلاص يا جماعه؟ احنا غالبا هنضطر نعمل كده. كنا بنحسب هنضطر نعمل كده. خلاص؟ طيب حاجه زي كده بتفك ازاي؟ هنفك ازاي؟ يبقى شاف ده ناقص ده. عارف؟ فكر حل الاثنين عندي خالص عوايد ما فيش كده
كل ما بنظهر هنا ان الارقام ايه؟ كومبلكس. الناس بقى اللي بتسجلوا واضربوا كميه كومبلكس يقول لك اضرب كميه مليون والكلام الفاضي ده ومش عارف اعمل ايه ونسيب الموضوع بايظ. لا نضرب صح، ناخد بالنا نضرب صح. وارجوكم موضوع الكومبلكس نجيد استخدامه، نجيد استخدام الكالكيوليشن الكومبلكس ضروري. لا مقدر ذلك، لا مقدر، والجمهور ده كله هيوقف. لازم احفظها كويس واسمع كويس واعرف القواعد البسيطه بتاعت الكومبلكس اللي احنا ضيعنا فيها وقت نص المحاضره عشان نعرف نراجع ايه ولا حاجه. المسألة 8 6 المسألة دي المسألة طبعا
اكتب لي اي اي لا اي اي لسه ظاهر اكتب لي اي بي ده اللي يسمى اي بي التيار اللي ماشي هنا اسمه اي بي التيار اللي ماشي هنا اسمه اي سي التيار اللي ماشي هنا اسمه اي بي التيار اللي كان ماشي اصلا في المقاومه اللي هي 5 ومعاها كارن سورس هنا كده اللي هي الحته اللي حولناها التيار بيقول لي اقسم لي ايه؟ اقسم لي الاي اي اللي ماشي هنا ده خطوه اولى لكن يعني برانش كارنت برانش كارنت بمنتهى البساطه هي ايه؟ البرانش كارنت هي اللي فرق بين اللوب كارنت خلاص؟ طيب يعني اذا اي 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 بي واي سي واي بي نفس الكلام مش عامل حاجه انا بس كده انا بتكلم على اي اي نفس اي اي ازاي؟ اي اي طبعا موجوده في الدايره دي اي اي يا جماعه ما هو الظاهر لازم الدايره لازم نرجع للدايره الاصليه نرجع للدايره الاصليه نعمل ايه بقى؟ نعمل كيس ايه اللي عندنا بالظبط؟ بمنتهى البساطه الدايره اللي ماشيه اسمه ايه؟ اللي هو اي 3 اهو مظبوط حته اللي هي الفرع الكارنت سورس وكان معاه 5 عبد الرازي او اللي هي الفولت سورس و5 سيريس لو نرجع له نجيب الطياره ايه هنا خلاص بيساوي اي 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 طبعا بيساوي كام؟ دي بسيطه قوي اي اي هتساوي ده خارج من الدلتا في يبقى اي 3 زائد 2 ولانجر صفر اللي هو قيمه 2 ولانجر صفر كده جبنا الايه؟ البرانش كارنت كلها. طيب طب هنا حاجه ثانيه كمان. بيقول لي هات لي الباور سبلاي بيكش كوست. هات لي الباور سبلاي بيكش كوست. انا باور لما هات باور وكبر يبقى اصله ايه؟ الافرج باور. لما انت قلنا المره اللي فاتت فلما نقول باور وبس يبقى اصلنا بقى ايه؟ الافرج باور. يبقى عاوز الباور او الباور نديها ال 100 و 100 وال 50 وكمان الكارنت سورس الاصلي والبوند اللي هو 10 تحولته ده الاصلي ده اللي بنقول لك اعمل هو مين باور بالانس وخلاص بيسالك مين باور بالانس اي حاجه من يا جماعه دايما تبقى ايه مطلوبه على الدائره قبل تحويلها رغم ان اضطرينا نحولها عشان ايه نعمل جوه نفس الشكل اللي عملناه النهارده يبقى لازم ايه ارجع للدائره الاصليه واجيب مين كل المطلوبات على الدائره الاصليه طيب جبنا مصر كلها اهو تعالوا مع بعضنا نراجع الاهميه هذا المطلوب بالكامل دلوقتي حالا ونعمل بوت بالانس مع ايه؟ مع بعض. تعال نقدر نمسح الكلام ده. تعالوا مع بعضنا نشوف الباور سبلاي بمين؟ بكل سورس معانا. احنا قلنا طبعا هنا المره اللي فاتت لو تفتكروا لو عامل بوت سورس وعاوز احسب الباور السورس ده بيتقل من جيت ويك. نعمل ايه؟ يبقى عاوزين حاجتين. البوت بتاع البوت سورس طبعا وعاوزين كمان التيار اللي ماشي من داخل صوت من فين لفين؟ ها من نيجاتيف لبوزيتيف. فلما اجي ابص على اول ال 100 ديت احنا بنسميه ده بي 1 يبقى الباور سبلاي بي البي 1 هتساوي مين بقى؟ الريال بار بتاع الاتش او بتاع كومبلكس باور اللي بيديها مين؟ السورس ده. السورس ده هو الفولت بتاعه بي 1 التيار اللي ماشي في داخله من النقط زائد واي 1 يبقى اضرب ده في مين؟ في ده كومبلكس كونشيت. دايما الفولتج التيار لازم يكون كومبلكس ليه؟ احنا قلنا الكلام ده المره اللي عاوز فرق الزاويه. انا عاوز فرق الزاويه بين البي والاي والار. فرق الزاويه اللي هي زيتا زد اللي انا بحسب منها كل حاجه. كوساين يبقى ده الباور فاكتور او الباور يعمل كده. ساين يبقى البيو وهكذا بقيه الحاجات. عشان كده بضرب في التيار مين؟ بضرب في التيار كومبلكس وانا قلت المره اللي فاتت اذكر يعني ان كلمه البي لما يكون كومبلكس والاي كومبلكس اضربهم في بعضهم ما يطلعش عندنا حاجه خالص. البي الاي لا يمثل شيء عندنا على الاطلاق ما لهاش اي معنى يتطابق مثل كده. لا كيو ولا بي ولا اس ولا كومبلكس ولا كلمه اطلاق ولا اي شيء على الاطلاق. خلاص؟ طب في فرق بين بين هذا وبين طبعا البي سي. يبقى باختصار شديد كده هي الباور اللي بيديها كده يبقى هي بتاع البين قوسين ده البين قوسين ده هو بي كومبلكس باور لمين؟ اللي بيديها ايه؟ اللي بيديها لو انت مش عارف تحسب كده احكوا اللي والله الفولتج ده كام 100 هنا وزاويته صفر والفولت هنا كام والتيار هنا كام كذا 200 زاويه تقول لي والله الماجنتيود ده الماجنتيود ده ليه كوساين الزاويه كام؟ لو انت عارف ها؟ هي ايه؟ عشان الزاويه صفر خدت ليه ليه يا باشمهندس؟ احنا حضرت المحاضره النهارده ولا لا؟ احنا كنا قلنا اس كومبلكس باور بيساوي اس زائد جي في ايه؟
جميل. بي تساوي بي اس تساوي بي زائد جي كيو، يبقى بي تساوي ايه بتاع مين؟ لا خلاص كلهم بتدرس ولا لا؟ بس خلاص خلص خلاص يا جماعه. اللي هو ده اللي هو الكومبلكس بار اس وضغط غير ضغط كده، ولو قال هات كيو يبقى كيو اللي ماشي هو اللي طيب نكمل. البي بي 2 تساوي كام؟ ريال برضه بتاع مين؟ البي 2 في مين بقى؟ في مين يا باشمهندس؟ بدل الاي 2 هنا ماشي بالعكس زي الديزاين، يبقى هنا لازم احسب ماينس اي 2 تساوي كام؟ طب بالك كويس، احسب ماينس اي 2 تساوي كام؟ واخد الكومبلكس كونجيكت يبقى ده مين؟ ده اللي الباور بتاعتي. نحسب ماينس اي 2 تساوي كام؟ واخد الكومبلكس بتاع هذه التمرين بعد سنه ونعوض يطلع الباور بتاعتي. كان طول الأرض
الديوكم يعني طبعا لسه الاكوميكس كان ليه زي كده وكان موضوع تاني. ها؟ الباور سبلاي على ايه؟ طبعا طبعا لا انت عندك حاجه من الضغط خليكم معايا. هو الباشمهندس قال نقطه مهمه جدا انا ايه مع المنشار بتاعها فهونا وانا انا ايه يجد منشار على الدائره المين الاصليه مظبوط تمام تمام خليكم معايا هنا الرسم الاحمر اللي هو ده الكرنت سورس اهو فين وفرق الدور اللي موجود بالشكل ده احنا قلنا المره اللي فاتت عشان احسب الباور سبلاي مع الكرنت سورس لازم فرق الدور اللي اخرج الكرنت سورس بس ازاي فين النقص فين بتاعته؟ ها ازاي قلنا ان موجوده هنا والنقص موجود هنا تاني الفولتج اللي احسب بيه الباور اللي سورس على الكرنت سورس ده بيديها الدايره بحسب فرق الدور اخرج الكرنت سورس بس الولاد فين ازاي كده عند المصب والنقص عند المنحة خلاص؟ اذا كان الامر كده يبقى الفرق الدور بيساوي كام؟ حسب الدايره 5 اي ايه ولا بقى؟ 5 اي ايه يبقى الكلام الصح بقى هنا كده البورت هو يبقى 5 اي ايه هذا البورت اهو والتيار كام بقى؟ اللي هو 2 امبير 2 امبير مش كده؟ 2 والتزاوج كام؟ يعني ماينس 0 مش هتقدر في حاجه. انا طبعا كومبليكس كوم اوعى ننسى طبعا الدور كوم صفر احنا فيه كام؟ من زاوية صفر ما تفهمش بقى من كومبليكس كوم ايه طبعا خلاص يا جماعه؟ تمام كده؟ تعالوا مع بعضنا بقى نحسب نحسب الباور سبلاي توتال في الدائره الاصليه. الدائره الاصليه ايه العناصر اللي بتاخد الانرجي باور في الدائره الاصليه؟ الاساسات بس مظبوط كده؟ طب عندي مقاومه 5 دي والخمسه دي في الدائره الاصليه مظبوط؟ 5 دي والخمسه دي طب 5 دي يبقى كام؟ الباور بتاعها تساوي كام؟ هتساوي اي 1 ناقص اي 2 وبعدين مونوس تربيع في كام؟ في 5 زائد 5 اول اللي هناك دي اللي هتروح في كارنت سورس التيار اللي ماشي بقى كام؟ ما احنا عرفنا بقى هو ايه؟ هو ايه؟ يبقى زائد ايه؟ زائد اي ايه تربيع مونوس في 5 برضه ده المفروض ايه؟ الحسبه بتاعتك صح يا حضراتكم بقى هتسيبوا لي اي 1 ناقص اي 2 مدرس تربيع ازاي؟ لا الاول اطرح اي 1 ناقص اي 2 كومنت بتطرحها كومنت تنط على ما تطلع اقول لك انت تمام ما انا خايف بقى خايف بقى اربع ازاي؟ اللي هتخاف ده خير يقول لك اربع اي 1 ومربعه اربع اي 2 ومربعه ويطرح ممكن يحصل كده طريق خطر لا نطرح الاول يا جماعه كومبلكس ثم ناخد الامبليتيود تربيع اوكي ما نطرحش الاول عشان الماتش نطرح الاول لو كان دعني برضه نجمع الاول كومبلكس ثم ناخد الامبليتيود تربيع اللي عنده سؤال اتفضل خلاص كده يبقى احنا ممكن نشتغل بالحاجات دي كلها خدنا النظام اللي شرحناه اول تعالوا بقى نكمل الشغل بتاعنا وناخد لما يكون عندي ايديال سورس ايديال سورس Thank you.
لا 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 لا
ممكن بسبب حاجه واحده ان عندي الايدنتال سورس از اندبندنت. لو كان عندي الاندبندنت او غيرها كلها باي ديبندنت ما ينفعش الكلام ده، لازم اجيب معدات وافكها واروعه كمان. فاذا عندما يكون الدايره من الشيء الاندبندنت سورس بقى ايدنتال سورس مفيش مشكله، طبعا ايدنتال سورس دي انا كده احنا لازم نمسك حاجه واحده يا جماعه. نشوف ازاي دكتور كافي اكويشن منهم هتتغير. ما هو كده يا جماعه عشان اقدر اجاوب على الاسئله الناس اللي بتسال، اللي الناس اللي بتتكلم ما ينفعش حد يتكلم مع حد. اتفضل. يعني كده في اكويشن من ال في الماتريكس هتتغير. ما هنشوف. احنا هنشوف. انا هعملها على صوره برضه حاجه زي زد بي اي او بي. صح الزد مش هيبقى زد مظبوطه ولا البي بي مظبوطه. لكن تعالى نشوف هنتصرف ازاي. انا كل اللي هعمله هعمل فورم المشابه. انا الفورم المشابه يعني ايه؟ انا عندي ماتريكس 3 في 3 تعالى نشوف على نظامه ايه؟ وخصائصه ايه؟ اهيت مضروب النون بتاعي اي 1 اي 2 اي 3 يعني نفس الصوره بس. لكن بقى طبعا مش هيطلع بالظبط اللي ايه؟ الصوره اللي فاتت. انا هحط الصوره دي. عندي كم معادله اتفقنا؟ ثلاث معادلات. معادله اللوب 2 مفيش اي مشكله عاديه خالص. تكتب نحسبها الاول. هتبقى لو نحطها هنا ولا هنا ولا هنا في اي مكان يعجبنا. لان الماتريكس الان اصبح ايه؟ انسيمتريكال. ما تفرقش بقى. فعشان كده انا هكتب الان. اقول ان الصدر الاولاني ده هكتب فيه مين؟ هكتب فيه مثلا لوب 2 مفيش مشكله. اختياري تماما. وهنا هكتب الايه؟ السوبر لوب اللي هو 1 و3 اهو. وفي الاخر خالص هكتب الكرنت ايكويشن. طبعا. بس تاني. وفعلا الحسن اعمل حاجه زي كده عشان يبقى عندي ايه مراجعه، يعني ان انا عارف انا بعمل كده بالظبط. برضه تتغير. لوب 2 هنكتبه ازاي؟ لوب 2 عادي خالص، لا في ريسورس حتى ولا زي ولا خارجيه، نكتبه عادي. انا عاوز ازيد 2 بمين؟ كام يعني؟ هذا 1 و3 الى 4 و2 الى 6 ناقص جي 3. اتكتب الكلام ده فين؟ هنا المكان ده؟ بالرغم ان كانت الخطوه الاولاني ما تنساش ان انت عامل ايه؟ 2 تبع 2 يبقى هنا كام؟ 6 ناقص جي كام؟ تمام. وبين لوب 2 وبين لوب 1 في كام؟ ناقص 1، ناقص 1 بطريقه معتاده بتاعتي. وبين لوب 2 وبين لوب 3 ناقص 3 يبقى ناقص 3 مش مشكله. الطرف اللي هيعمل فيه فولتج سورس الاجابه لا. خلاص؟ يبقى انا ايه؟ دي المفروض 6 ناقص 3 يا جماعه اللي هي المفروض زد 2 2. بس عشان بس ايه؟ لو كانت في الخط الوسطاني بتاعها كانت تظهر هنا في الحته دي كده ديجونال، مش عارف ايه موجوده مش مشكله. طيب السطر الثاني بقى المهم الجديد في الموضوع ده، السطر الثاني هنكتبه. الكي بي اتش ايكويشن اتكتب ازاي للسوبر جروب بقى؟ نتذكر الكلام اللي قلناه في البند رقم 1، البند رقم 1 ساعه ما قلنا الديجونال اليمنت كان بنجيبه ازاي؟ ان انا اجمع الامبيدنس في دور الفلاني. اجمع الامبيدنس في دور الفلاني اللي كان زمان سميناها زد كي كي. المشكله اللي عندي بقى انا عندي في لوب كبير بيضم اثنين لوبز مع بعضين. لكن ده برضه ايه مش هيغير من ايه حق الشيء، بمعنى ان انا لو انا مشيت كده مع ايه مع سهم كده لقيت مفضلين. يبقى انا ماشي مع اللوب رقم واحد ولا لا؟ ايه متجنبا الفرع المشترك اللي خالص. شيلوا من دماغك، واحنا فعلا هنشيلوا من دماغنا خالص لان احنا ايه بنعمل صوره لوب العقد الاحمر. يبقى ما امشي كده يبقى ايه عندي كام؟ واحد كوم بس. لتناظر مين يعني؟ زد واحد وناظر زي واحد واحد بس ناقص ثلاث فرع ايه؟ اللي احنا هنتجنبه كده. يبقى عندي واحد واحد خلاص يبقى احطها هنا واحد واحد. موجب؟ اه موجب طبعا. موجب. لان ايه دايما الامبيدنس اوف ديجنال از بوست كما هو معتاد. طيب كمل الرحله بتاعتنا هنمشي كده. اجي هنا ثلاثه وهنا واحد وهنا ايه جي 2 يبقى كله كام؟ ثلاثه واحد اربعه وزي 2 يبقى اربعه زي مين؟ زي جي 2. فين؟ في لوب رقم كام؟ رقم 3 بيتحط هنا يبقى 4 وكام؟ ناقص جي 3 ناقص جي زائد جي 2. تاني حاول تاني حاول الشطر ده انا همشي في داخل اللوب اهو سوبر بوز مع نفسي. وانا بمشي بعد الرحله دي كده في بمشي في جزئيتين، الجزئيه الاولى في داخل اللوب رقم 1 لكن كده ما جيتش الا مين؟ الا واحد. يعني كما لو كان زي 1 1 كان كام؟ 1 نحطها 1. وبعد كده اكمل بجمع بي واجمع دي واجمع دي لان موجود فين؟ في داخل اللوب رقم 3 يبقى كام؟ هيبقى 4 زائد 2 بسميها موجبه واللي تحت مين؟ تحت رايت 3. يبقى كما لو كانت زي 3 3
كما لو كان، بس ينقصها مين؟ ينقصها الفرع. طيب اللي مجابه دايما دي دايما اليمنت، كما لو كان دايما اليمنت فكمان مجابه، وكل في مكانه كان على لوب واحد تحت واحد، فكان على لوب ثلاثه تحت ثلاثه. كويس كده؟ فاضل حاجه ثانيه بقى، ايه حاجه ثانيه؟ مفيش كومن امبيدنس بين الصوره الاولى واللوبس الاخرى ولا فين؟ طبعا في اكيد اللي بتحطها في الثاني. فين الكومن امبيدنس بين الصوره الاولى كل ها؟ وقلوب اثنين. امشي هنا فيها واحد، امشي هنا فيها كام؟ ثلاثه. هنا كماش الكومن امبيدنس هنا مش واحده بس، ليه؟ لان عند صوره الاولى كبير. يعني مس ده ومس ده يبقى عندي واحد وثلاثه كام؟ اربعه، يبقى كل خط كام؟ نفس اربعه تحت مين؟ تحت. يبقى لاحظوا بعض المسائل يا جماعه، الـ common impedance between super group and loop number 4. تاني، نقطة بعض المسائل ايه؟ الـ common impedance بين super group ككل ومين؟ واللوب رقم 2. ما عنديش لوبس أخرى، ما عنديش لوبس أخرى. الطرف الأيمن اللي بتاعه كام؟ summation مين بقى؟ الـ voltage source في super group ككل برضه. تاني، الطرف الأيمن اللي حكينا في الحتة دي كده summation الـ voltage source الموجودة في الميتر، ما فيش عندنا صوت واحد وزائد خلاص. كان عندي كام؟ 10 وانجل 0 ده الايه؟ الطرف. خلاص يا جماعه؟ هقول لك تاني دي بقى. انا اقول ازاي بنكتب السطر؟ السطر بتاع السوبر لوب. السطر اللي بيعبر عن المعادله بتاع السوبر لوب. دي واحد ناقص واحد دول ايه؟ واحد ناقص واحد دول ايه؟ ايه؟ عظيم يعني التغيير متحكم بايه؟ ها تاني مع سؤال كده الواحد اهو والنص واحد اهو ايه الدايمنشن بتاعتها؟ دايمنشن لسه بدون دايمنشن الكوبيشن طيب واحد فاضل واحد نص واحد فاضل ثلاثه يساوي كده بدون ايه؟ دايمنشن لسه يبقى اصبح بقى ان المكس بتاع الفيزون من كده المشكله ده طبعا دي كل حاجه ده مشكله وبس طب دايما طب دايما نصور ايه؟ لو شفنا الاليمنت ده والايه بتستخدمه؟ ده بوت ولا لا؟ ده بوت وهنا ايه؟ امبير نفس الحاجه قلت ميكس المهم بقى ايه نحل بعد كده ونجيب النتائج ونجيب الحاجات المطلوبه خلاص يا جماعه؟ انت كان في حد عنده اسئله؟ خلينا نجاوب وبعدين نشرح لنا الموضوع ده ليه؟ طب ازاي؟ قالوا معايا يعني تعالوا تقرا في الحاجات دي ايه؟ صبر بس مش كل مره حاجه بس كده مش كل انا عندي كذا حاجه يعني اخد الكبيره خلاص ممكن بس مش عايز اطلقها يعني خلاص بس ده اللي انا عامله احسن من تقرا طيب يا جماعه قالوا معايا في شويه اسئله ما فيش حد هيسالها اسئله انا اول حاجه اول حاجه الاثنين هم اللي اكسس مع كارن سورس عملت ايه الان؟ ان الام بينزلش مع كارنت سورس عملت ايه؟ ما اثرتش حد طب هل معنى الكلام ده؟ هل زي التغير سلك او ديتو بالدين ام زي بعدها ما فيش اي فرق خالص بين ده وبالحسابات اللي حسبناها يعني كارنت كلها لازم تتاثر ده صحيح لكن ما فيش اي فرق خالص على فكره دي بالي المال ايه الفرق اللي عليه ده؟ الباور بالظبط كده لو جينا نشوف السورس اهو بيدي باور قد ايه للنتورك يبقى بس حاله الاثنين ده هتشتغل معاك. تعالى بس نتقابل مع بعضينا. على حسب الايديا بتاع السورس اهو بيدي مين؟ بيدي النتورك ده بوت قد ايه؟ باور قد ايه؟ طبعا فرق الجهد عليه انا محتاجه وده مش موجود. فرق الجهد هتروس الايديا بتاع السورس لازم احسبه عشان اعرف مين الباور اللي بيديها السورس ده للنتورك. نحسبها ازاي؟ يبقى الاول نشوف الفرق الجهد يبقى كام؟ فرق الجهد يبقى كام؟ الفرق الجهد هسميه كام؟ في اكس مثلا ولا في اكس فرق الجهد هتنص الايديا بتاعت الصوت في اكس فين ازاي تجعل النص بتاعته؟ ازاي تبقى هنا ونص هنا يبقى انا مطلوب مني دلوقتي احسب البي اكس بتساوي كام؟ عشان اقول لو انا حسبته اقول ان البي اللي ده 7 امبير اللي هي الباور يعني هتساوي اللي هي الباور في او البي اكس ده هي بكام؟ في 7 في الانجل ماينس 0 يبقى الحسبه اللي عاوز نحسبها دلوقتي مين؟ فرق الجهد اكروس الايديال بالانس كام؟ طيب في عندنا طريقتين طريقين يعني يا اما نمشي بيه يا اما مش حاجه غير كده
منين بننزل بيه. طيب عشان نحسب صح هنقول ايه بقى؟ الاكس عباره عن ايه؟ فرق الجهد من هذه النقطه لما دي اعلى من دلوقتي. لو بقى كويس تقدر تضيعه. النقطه دي اعلى من دلوقتي او اكس يعني؟ طيب هاخدها ازاي بقى؟ هقول النقطه دي اعلى من دلوقتي الخطوه ثم دي اعلى من دلوقتي الخطوه ثم دي اعلى من دلوقتي واجمع عشان ارش المسار. عشان نرش المسار. إذا كان الأمر كذلك يبقى بي إكس تساوي كام؟ ديت تبقى 2 أوم بقى تكتب الأسئلة دي 2 أوم كمان في مين ناقص مين؟ أنا عاوز دي أعلى مين بقى دي؟ يبقى أي واحد بالظبط كده أي واحد ناقص أي 3 زائد يبقى هنا كام؟ جي 2 في 1 جي 2 زائد 1 بكام؟ ناقص أي 3 زائد مين بقى؟ زائد 3 أوم بكام؟ 5 دي لازم زائد كده وناقص كده يبقى كام؟ يبقى اي 2 ناقص اي 3 يبقى اي 2 ناقص اي 3 اي 2 ناقص اي 3 خلاص؟ نشوف ينفع كام؟ نعوض ونجيب النتيجه. طب اللي عنده سؤال يتفضل. دكتور انا مش فاهم الماتريكس. مش فاهم الماتريكس عملت الامبيدنس الامبيدنس اللي هي السطر الثاني يعني. اه طب سطر ثاني سطر الاولاني وسطر الاولاني. لا لا السطر الاولاني برضه مش فاهم. يا عم انا احاول يعني قلت اسكت واحاول انا اعرفهم لوحدي. طب ماشي طب ما فيش فن النهارده. طب في السطر الاولاني ده اسهل حاجه في الموضوع كله. ليه بقى؟ السطر الاولاني بيعبر عن اللوب رقم 2 دوت ما فيش اي مشاكل. هي كانت حاجه تعمله ازاي زي ما احنا قلنا النهارده يا دكتور؟ تحسبه ازاي؟ ما هو المفروض ان اول واحده دي اللي هي الزد 1 1 لا ما سيبك من زد 1 1 دلوقتي هو يدوب رقم 2 اولا ما فيش حاجه 1 1 2 يبقى دي زد 1 2 بقى ولا لا ما هو زد 1 2 بس دي 2 2 في الاول نعم دي 2 2 ما هتبقى اللي في النص اللي مش معلومه في النص نسيت ولا ايه؟ هنا يعني؟ اه طبعا دي انا عارف والله حامل انا فاهم انت بقى اللي هي الستة ما دي بقى دي بقى دي بقى دي خلاص؟ دي 2 2 2 حطوا فين؟ في العمود الوسطى؟ اه خلاص؟ وبعدين محمد الميلس من الفرع ده والفرع ده اللي كان من واحد ثلاث اربع تمام وبين ده وده اثنين وده اثنين عشر وبعدين هنا حطينا صوت ما فيش صوت عندي طبعا لو هم يا جماعه لو في مشكله في المعادلات بشكل بس لازم في الماتريكس هو ما فيش مشكله اكتب المعادلات على مهلك بتقدر تريحك وبشغل في الماتريكس خلاص عشان نضعها نعم اي على الخط والماتريكس ماشي بس انا بطلب منك جيب لي الماتريكس وحل لي كمان السؤال ايوه يا باشمهندس يا جماعه من سامع الناس اللي بتتكلم هنا اتفضل هي نفس البي اكس ولا ليه تشيل الاتجاه ده وما تشيلش طب ما احنا قلنا في طريقه الاسمارت سيكس كما تشاء احنا عاوز فرق جوه نقطه الاتجاه ده ولا نقطه الاتجاه ده تمشي يمين ما تمشي شمال من ناحيه انت عاوز تمشي كده؟ منه؟ ما حدش عارف حاجه، انت عاوز تمشي كده؟ ما هي اطول. ما تمشي من الماينس للخط. شوف يا باشمهندس، الموضوع بسيط جدا. انا عاوز الاتصال اعلى من دلوقتي، تمشي كده هي زي ما عملت اهلا وسهلا، تمشي اللفه الطويله دي اهلا وسهلا، او تمشي من هنا اهلا وسهلا كله في ايه؟ اي طريقه. هو عايز يمشي طيب. الماينس. عشان اعرف ده اسم الفرق طب دي اعلى مين اللي فيه؟ ده كويس اللي بيحصل احنا بنمشي من طريق دلوقتي نقول النقطه دي اعلى مين اللي ايه؟ يبقى الطيار ماشي من زائد النص مش ان هو ما يخش الضرب على اي بي بس فاهم مش فاهم زائد النص فبقول انا الطيار النقطه دي اعلى مين اللي ايه؟ يعني زائد هنا والنقص هنا الزائد في البدايه والنقص في النهايه حته حته لغايه ما اسمعهم طيب خلاص يا جماعه في عندي سؤال اخير في الموضوع ده فرضنا بقى ان الايديال كارنت سورس اللي عامل المشكله ده خلينا نستخدم صور لوب فيه ما هوش ايه؟ ما هوش فرع مشترك بين لوب ولوب. بنفترض بقى ان هو على اللوب الخارجي خالص بره بره خالص. اه وكمان هنفترض بقى هنعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه هنعمل مثال دلوقتي ليه الموضوع ده اول وهنناقشها وهناخد كمان نبيت ده الكورس. يبقى عندنا نمره ثلاثه حاجه ثالثه تعدل نعم، دلوقتي طبعا، دلوقتي بقى
هنطول في هذا الموضوع. نمرة ثلاثة لزيتك has both ideal و independent sources. كان هو حاجة ليش اللي احنا نشاف عليه كان عامل كان عليه بسيط. دي معادلة بقى تبقى في المكتب.
تبقى المسجد ده اصبح شكل المسجد اصبح اي واحد اي اثنين اي ثلاثه. الصفر الاولاني بتاع لوب اثنين هو هو ما بتغيرش خالص. يبقى هنا سته ناقص جي اثنين ثلاثه ناقص واحد ناقص ثلاثه وهنا يساوي صفر هو هو. الكارت المعادله الاولى خالص خالص اقول اي واحد اهي وهنا صفر وهنا صفر والباقي هنا كام؟ 15 في الناحيه دي. دي ايه؟ دي الكارت ايكويشن الاولى اللي هي بتاعت السوبر لوب اي واحد يساوي كام؟ حطيناها اهي وبعدين اخر حاجه خالص بقى الكارت ايكويشن بتاعت الايكويشن صفر اهي يبقى كام؟ يبقى ناقص واحد وبعدين تلت تلتين وهنا صفر. خلص. على الناس بتعمل حل بعد كده بس بلاش الملاحظات ما هو السيمنت كان مش عارف ايه والحاجات دي اللي انت بتعمل ده كله ليها ليها المعادله الاخرانيه يا جماعه لو مش دايمه طبعا ممكن دايمه عشان تبدوا الاثنين والكلام ده كله ممكن تضرب كام؟ تضرب لك تبقى تطلع شكلها ايه؟ على طول هنا يبقى دي ناقص ثلاثه ودي واحد اثنين وهنا صح مفيش مشكله في دي خالص وفي ده اوكي يا جماعه نفس الكلام نفس الكلام لو عاوز اجيب باور فضلي كل صوت نشوف فرق الجهد هنا كام؟ يعني هنعمله فبي بي واي في اي حاجه ونمشي في اي حته تعجبنا يا اما امشي من بره خالص يا اما امشي كده من عاوز ونفس الكلام نعمله هنا لو عاوز الدور ايه يتفضل الدكتور. اوكي يا جماعه؟